أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم متابعي برنامج آفاق، حلقة جديدة وفيها العديد من المواضيع المشوقة والمتنوعة. أهلا ومرحبا بكم مشاهديننا الأكارم في برنامجكم التفاعلي آفاق الذي يطل عليكم كل يوم جمعة. نتمنى أن نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد في حلقة هذا اليوم. نعم، انطلاقا من قول الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه. سافر الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ إلى دولة أثيوبيا لنشر صحيح الإسلام وجمع المسلمين والتآلف فيما بينهم وتنبيههم بما يسعدهم في معاشهم ومعادهم. وكانت الرحلة مليئة بجلسات الذكر وزيارة العديد من الأماكن الأثرية والروحانية وزيارة بعض مشايخ الحبشة إظهاراً للمحبة والتآلف فيما بينهم. مراسلنا محمد يونس كان مرافقاً للحبيب العلامة المربي في هذه الرحلة وأعد لنا هذا التقرير التالي، دعونا نتابع. الحبشة اسم يطلق من قديم الزمان على مساحة واسعة من القارة الإفريقية، وامتد ملك حكامها إلى بعض الجزيرة العربية تحت ظل مملكة الأكسوم، وتشغل دولة أثيوبيا الحالية قطعة واسعة من أرض الحبشة المباركة، وهي تقع ما بين السودان وجيبوتي وإرتيريا وكينيا، وتعتبر ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث التعداد السكاني وعاشرها من حيث المساحة، وتنتشر فيها اللغة الأمهرية بالإضافة لعدد من اللغات المحلية مع انتشار لا بأس به للغة العربية، وتربطها بالبلدان الأخرى العديد من الصلات الوثيقة على مر التاريخ. ما إن وصل الحبيب العلامة عمر بن حفيظ إلى مطار أديس أبابا الدولي إلا وهب الناس لاستقباله من كل فج من جميع شرائح المجتمع من المسلمين وغيرهم، والبسمة ظاهرة على وجوههم تعبيرا عما استكن في قلوبهم من الفرح والسرور، مترجمين عن ذلك بالأناشيد المختلفة بالأصوات العذبة والنغمات الشجية على الطريقة الإثيوبية التقليدية الأصيلة في لوحات تراثية رائقة. كانت المآثر الإسلامية محطة بارزة من محطات الرحلة المباركة، وكان من أهمها مرقد وضريح الملك العادل والرجل الصالح أصحمة النجاشي الذي حاز وسام الشرف بحسن إيواء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة قلبه بنور الإيمان ومحبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. الأرض الحبشة كان ملكنا النجاش بسمون النجاش، بعده أتي الهصي، بعد الهصي القواد الآن برزدنت تكلم منستر أتت. الذي بدأت زيارة هو عبد الرحمن الجمرشي. عبد الرحمن الجبرتي العلماء. مدفون هنا؟ مدفون، هذا قبره أمامنا ترون. وما يجاوره من مراقد ثلة كريمة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنها بعض المتاحف المحتوية على عدد من المخطوطات والآثار الإسلامية القديمة، ومنها مدينة هرر التي اختطها المسلمون في سنة 405 للهجرة، وكانت حاضرة كبرى من حواضر العلم والصلاح والعبادة. وكم تنادت الملائكة السياحة في الأرض إلى بغيتها في مجالس الذكر والعلم والتعليم التي كانت خلال الرحلة، وحنت إليها أرواح المؤمنين، وحضرها الكثير بأجسادهم في المساجد والمدارس والمنازل والساحات، وكان لها الأثر العظيم في استمطار رحمة الله سبحانه وتعالى وجمع المسلمين والتآلف بينهم وتنبيههم إلى ما يسعدهم في معاشهم ومعادهم ويمكنهم من حسن القيام بواجبهم الذي أحبه الله منهم. ذلك وصف من أدرك الحقيقة وعرف من هم خير الخليقة واستمسك بالعروة الوثيقة، فيطيب له المسعى ويشكر عند الرجعة. العزيز الحبيب تألف في قلوب الأمة، كأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى الحبشة يعني من يجدد لها الذي كانت في أسلافه. فقدومه إلى بلادنا حقيقة لها جوانب إيجابية كبيرة جدا. أول شيء أننا علاقتنا بأهل علماء الخارجين غير الإثيوبيين قليلة، فنحن نعرفهم عن بعد ولكن لم نحتك بهم، احتكاكنا بهم ضعيفة جدا، ففتح لنا هذا المجال. المسؤولي من الشيخ الحبيب عمر في أرض الحبشة مسؤولنا العلماء ومسؤولنا الدعاة، حبيب مسؤولنا الشعب. انطلاقا من قول الله تعالى في الحديث القدسي:
وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها. من ذلك قام الحبيب العلامة عمر بن حفيظ بزيارة لبعض المشايخ في أرض الحبشة إظهارا للمحبة لبعضهم البعض، ولنا أن نشم شذا هذه المحبة العطرة فيما كان من زيارات لأهل العلم والفضل، تجالسا في الله وتزاورا من أجله، وترويحا للقلوب بروح الأخوة الإيمانية وتقوية لأواصير المودة الخالصة، ارتباطا بالأسانيد العلمية المباركة، وتجديدا للهمم وتبادلا للهم في إصلاح شؤون المسلمين والبلاد والعباد. ففي منزل مفتي الحبشة الشيخ عمر إدريس ترى حقيقة الإنسان العالم العابد الزاهد المتبتل الأواب، ليس بعيدا عنه حال العالم المفسر الشيخ أحمد بن عبد الله. الشيخ عمر وات زيارة خافضي ديجو عملوا جاءوا ليزوروا. الشيخ عمر مرحبا مرحبا، حفظكم الله ولله الحمد، الحمد لله على لقائكم، طول الله عمركم في عافية. حركة طيبة، حركة مباركة يا الله، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يعيد مجد هذا ومجد المسلمين. آمين 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 الله يحفظه. آمين الله يكسر عمله. آمين يا الله يا الله، ذكرتمونا حين نسينا كل إنسان يا الله. الله تبارك علماؤنا راحوا واحدا بعد واحد رحمهم الله. كما قام الحبيب العلامة عمر بن حفيظ بزيارة للشيخ العالم الفاضل محمد الصافي، وهو مظهر في التربية والسلوك بعيدا عن دنايا السياسة وأخواتها، وله التأثير في المجتمع. إن لي في الله أمالا طويلة وظنونا حسنة فيه جميلة.